الحقيقة أن عمان الآن أصبحت مطالبة بلعب دور أكبر من مجرد القيام بدور ساعي بريد، فبما لديها من علاقات جيدة جدا مع الحوثيين طبعا عبر سنوات الصراع، ليس فقط الحرب ولكن ما قبل الحرب، فمنذ نشأت هذه الجماعة الحوثية وهي تحظى برعاية خاصة من سلطنة عمان وغيرها من الدول إضافة إلى إيران. والحقيقة أن ما تقوم به عمان الآن حاليا من جهود لإحياء الهدنة أو تجديد الهدنة، رغم أن الهدنة باتت واقعا يفرض نفسه في ظل الإنهاك الذي تعاني منه جماعة الحوثي والشلل الذي تواجهه في قدرتها على التجنيد وعلى استقطاب الإمكانيات لإثارة الصراع من جديد. في ظل هذا الوضع عمان الآن الفرصة مهيئة أمامها، وبما أيضا تحظى به من علاقات جيدة مع الدولة البريطانية التي تحمل ملف اليمن في مجلس الأمن، فهي الآن تطالب بأن تقوم بدور شامل وإيجاد مبادرة لإنهاء العقم الحالي والانسداد، حالة الانسداد التي تعاني منها الحالة اليمنية في ظل هدنة باتت تفرض نفسها على الجميع. نعم. طيب اليوم هل تملك عمان أي مشروع أو خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية أستاذ وليد؟ يعني اليوم هي تلعب دور الوسيط، وكما تفضلت حضرتك ربما تحظى بعلاقات جيدة سواء مع الحوثيين أو مع المجتمع الدولي المهتم بالأزمة اليمنية، هل تملك أيضا أي خارطة طريق لمستقبل البلاد أستاذ وليد؟ الإجابة على ذلك هي لدى المسؤولين العمانيين، والحقيقة أننا ندعوهم بكل ما نملك أن يرعوا حق الجوار مع اليمن، وأن لا يكتفوا بمجرد التفرج والقيام بدور الوسيط المساعد لاستمرار جماعة الحوثي في طغيانها والممارسات البشعة التي تقوم بها في حق شعبنا. فهي الآن مطالبة بممارسة دور لإعادة هذه الجماعة إلى طاولة المفاوضات والتعامل معها كمكون سياسي كما نصت عليه المرجعيات الثلاث التي السابقة، وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني. هذه المرجعيات ينبغي أن تقوم عمان من خلالها بالانطلاق إلى مبادرة جديدة، لا أن تتماهى مع الدعوة الحوثية التي يصر الحوثيون على أن يكونوا هم الدولة وأن يمكن لهم في كل شيء، وأن تكون هناك تسوية يعطى لبقية الأطراف فيها مجرد فتات، وأن تكون هي الآمر النهائي على الساحة اليمنية، وهو ما يرفضه الشعب اليمني حقيقة بجميع أطيافه بعد أن أثبتت هذه الجماعة أنها لا تدير دولة وغير قادرة على إدارة دولة. طيب اليوم أستاذ وليد، المجتمع الدولي أيضا هو مطالب بلعب دوره أو على أقل تقدير تنفيذ ما تم التوصل إليه في اللقاءات الدولية، لقاءات أيضا منها مؤتمرات ولقاءات ستوكهولم وغيرها من اللقاءات، لقاءات الرياض وغيرها الكثير أستاذ وليد طيلة سنوات الأزمة. اليوم أين الدور الدولي في، يعني لماذا يلقى اللوم على كاهل السلطنة عمان ولا يلقى على كاهل المجتمع الدولي الذي ربما لم يتخذ خطوات فعلية على الأرض إلى الآن؟ أعتقد أن عمان مطالبة بذلك لأنها تقوم بدور حمائي واضح لهذه الجماعة وتقوم بدور مساعد لها منذ نشأتها كما أخبرتك، وبالتالي فإن لديها تأثيرا، ومن منطلق هذا التأثير على هذه الجماعة فهي مطالبة بالقيام بواجباتها تجاه المنطقة عموما، فأمن الوطن، أمن اليمن هو من أمن المنطقة وكذلك العكس. وبالتالي لتؤكد حرصها على أمن الخليج ينبغي عليها أن تقوم بممارسة دورها المطلوب وليس فقط مجرد سعي بريد. الأستاذ وليد المشيرعي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.